السلام عليكم يا رجال. يا مرحبا برجال بني إسرائيل. أنت تعلم يا شيخ العرب أننا نحبكم، وأنتم أعز أصدقائنا، ونحن بني إسرائيل نتمنى لكم الخير أكثر من أنفسنا. ونحن أيضا نحبكم، فأنتم قوم مباركون أينما حللتم. ولكن ماذا تريد أن تقول؟ ماذا دهاكم حتى ترضوا بهذا الذل والهوان وتدفعوا لفرعون مصر الكثير من الضرائب منذ زمن بعيد؟ أهانت عليكم أموالكم إلى هذه الدرجة، في مقابل ماذا تدفعون كل هذه الضرائب؟ في مقابل الحماية التي يوفرونها لنا. حماية ممن؟ نحن نعيش بينكم منذ سنين ولم يهاجمكم أحد، فكل جيرانكم يحبونكم. نعم، ولكن ولكن ليس هناك لكن. وبدلا من أن تدفع النقود لفرعون، سلح بها رجالك ليكون لك جيشك الخاص.